حالة فريدة من نوعها في العالم، عرضت صاحبها الرجل الثلاثيني إلى أصعب حالات تنمر وإهانات لم يستطع تجاوزها، فقرر النأي بنفسه عن العالم وإغلاق بابه على نفسه ورفض العالم الخارجي بكل تفاصيله. ثلاثيني العمر، لكن جسده عالق بجسد طفل لم يتجاوز 13 من عمره. طفرة غريبة مثلها جسد الروسي البالغ من العمر 34 عاماً، إنه دينيس فاشورين الذي يواجه صعوبة بالغة في إثبات عمره في أي موقف يتعرض له، وفي الزاوية القانونية تحديداً والموقف الفيصلي الذي واجه فاشورين كان تعرضه لمساءلة قانونية من قبل أحد ضباط المرور الذي شك في إحدى السيارات بأن من يقودها طفل فأوقفها، ليجد فاشورين هو من بداخلها الذي أخذ يشرح له عن حالته وعن عمره فلم يصدقه، فاضطر إلى إخراج أوراقه الرسمية ليثبت صحة ما يقول. وبعد ذلك انهالت موجة من الضحك والتنمر من قبل ضابط المرور، مما جعل حياة فاشورين تنقلب حزنا وخوفا من الخروج من قريته كرانسوياريسك الروسية التي اعتاد أفرادها عليه وفهموا حالته ويحبونه جدا، لكن من في الخارج لن يفهموا ذلك. أصبح فاشورين موضوعاً متداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي الروسية بعد إجراء مقابلة مع شخصية مشهورة على يوتيوب، صرح فيها عن الكثير من مشاعر الألم التي يعيشها بسبب التنمر، وأنه كلما كشف عن عمره لأشخاص لا يعرفونه يقابل بردود فعل غريبة منها الصدمة وعدم التصديق، وهذا ما اعتاده، ومنها التنمر والضحك وإطلاق النكات، وهذا ما يستحيل عليه اعتياده حقا، حتى أن والديه لاحظا أنه ليس مثل الأطفال الآخرين في سن مبكرة جدا، حيث كان دائما الحجم الأصغر في فئته العمرية، وهذا لم يزعجه إلى مرحلة ما، لكن مع تقدمه في العمر أصبح الفارق بينه وبين الأطفال الآخرين في سنه أكثر وضوحاً. وبحلول سنوات المراهقة توقف جسد فاشورين عن النمو تماماً، وبالرغم من مظهره المختلط بين الشباب والطفولة إلا أن جسده يشيخ بنفس معدل أقرانه من عمره. وبالنسبة لشخصيته فإن أصدقائه وصديقته التي يرافقها منذ سنوات طويلة يطلقون عليه لقب الجد نظراً لحكمته ورجاحة عقله الوازن وتصرفاته المنطقية أكثر من اللازم بالنسبة لهم، فأصبح في نظرهم بمثابة الجد لشخصيته، ولم يكن مضطراً لإثبات عمره الحقيقي لأصدقائه ولا لأفراد قريته. أما من هم خارج القرية فكانت الأزمة تتلخص بهم. كل ما يتأمله فاشورين أن يكون في نظر العالم إنساناً طبيعياً، والرسالة التي وجهها من خلال مقابلاته كافة يرتجي فيها العالم ألا يحكم على الإنسان من مظهره الخارجي، وألا يكون الناس موضع الجلاد على حياة أشخاص لم يختاروا شكلهم ولا حياتهم ولا طفراتهم التي ولدوا بها، بل يحاسبوهم على ما يصدر من أخلاقهم وتربيتهم إذا استطاعوا.